لك شو هاد؟ أنا ما بعرف شو مشكلتها أمي، يعني خلتني أوعدها إنه ما رح روح على الشرطة، كيف قدرت تعمل هيك؟ ها؟ هذا قانون، يعني نحنا ما لازم نخالفه أبداً. هي ما دخل بهالشي، أختي شريستي هي اللي غلطانة، هي وسمير عم يأسروا على مرت عمي. أنت بتعرف كيف هي شريستي، إذا بتشجع على أمك على هيك شغلات فهي بتتأثر وبتعمل مثل ما بتقلها، لو شو ما كان التمام. بريتا أنت بتعرفي إنه أنا إيه؟ شو بتعرفي؟ أنا ما قلت شي لسه، أنت كيف قدرتي تعرفي شو اللي بدي أقوله؟ بعرف إنك رح تقول إنه أنت لازم تروح على مخفر الشرطة وتسلم حالك. شو هاد يا بريتا أورورا؟ صايرة ذكية كتير؟ شو قصدك؟ مو صايرة، أنا من طول عمري كنت بنت ذكية. عن جد؟ كنتي ذكية؟ كنت ناديلك بلا فهم لسبب، إنك ما كنتي ذكية كتير، أنتي صرتي ذكية بعد ما تزوجتيني، بس قبل هيك أنتي كنتي. عن جد؟ أكيد لا، أنا كنت كتير ذكية قبل ما أتزوجك أنت، أنا طول عمري كنت ذكية وفهمانة، بس بعدين أنا شفتك وحكيت معك وسمعت طريقة حكيك يلي بتحكي فيها عن الشغلات والطريقة اللي أنت بتخانق فيها وكمان الطريقة يلي بتبهدل فيها، وأنا لما شفت شخصيتك بلشت أفقد أعصابي وجنيت. عن جد؟ أنت كنتي ذكية؟ إيه؟ طبعاً كنت ذكية. لكن بهالحالة أنت كنتي عارفانة إني بحبك. عن جد؟ شفتي؟ أنت ما كنتي عارفانة، معناها ما كنتي ذكية بهداك الوقت، صح؟ ماشي، يعني أنت كنت بوقتها عن جد بتحبني؟ إيه؟ لهيك ما كان بدي تتزوجي بريتفي. ولهذا السبب انت كان بدك تتزوجني؟ انت كان بدك تتزوجيني؟ انا سألتك بالأول. جاوبي على سؤالي. شو قلت؟ انا اللي سألتك أول شيء، انت اللي لازم تجاوب على سؤالي. ليش ما بتجاوبيني بالأول؟ ليش؟ السيدات أولا. خلص انسى الموضوع، هذا بيعني انك ما رح تجاوبني. طيب مثل ما بدك. بريتا، لكي هنن اتهموني بجريمة قتل ورح ياخدوني على المخفر ويمكن يستجوبوني، وبتعرفي هنيك كيف هنن بيعاقبوا المساجين. لهيك جاوبيني، شو كان في جوات قلبك؟ بدي اياك تبطل حكي عن هالشغلات، ما حدا رح يأذيك أبداً.